يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأ القارئ عبارة شيخ الإسلام هكذا: وأيضا فإن من ينفي الصفات الجزئية أو الصفات مطلقا، وفي بعض النسخ: وأيضا فإن من ينفي الصفات الخبرية أو ينفي الصفات مطلقة، فهل الصحيح الجزئية أو الخبرية؟ لا، الصحيح الخبرية. لا، الصحيح الخبرية. وفي من ينفي بعض الصفات، لكن العبارة الخبرية هذه أصح، ما في شك، لأن بعضهم ينفي الصفات الخبرية التي دل عليها الكتاب والسنة، ويثبت الصفات العقلية بزعمهم. نعم.